زخات أمطار وعواصف رعدية في مختلف المناطق وتنبيه من الغبار في الرياض والتفاصيل بعد هذا الفاصل. يستمر تأثر المملكة في حالة من عدم الاستقرار الجوي، وكما نشاهد هنا في خرائط الهطول الواردة لدينا في مركز طقس العرب نجد أن هنالك فرص لهطول الأمطار على المناطق الوسطى وتمتد إلى المناطق الشرقية، مع فرص لهطول الأمطار على المناطق الغربية وجنوب غرب المملكة. ونود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الموجات الغبارية بسبب وجود السحب الركامية. ننتقل سوية لمشاهدة درجة الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، وتكون الأجواء مغبرة، درجة الحرارة تكون 26 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 37 كيلومتر في الساعة، الملموسة تكون أيضا 26 درجة مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة في 3 أيام القادمة، نجد أن الأجواء تكون مغبرة نوعا ما يوم الجمعة والسبت والأحد، وتكون درجة الحرارة تقريبا 36 درجة مئوية، ليلا تتراوح ما بين 23 درجة و 27 درجة مئوية. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في أغلب مناطق المملكة، ونبدأها من تبوك حيث تكون هنالك أتربة مثارة ودرجة الحرارة من 32 إلى 18، في عرعر الأجواء صافية من 26 إلى 14، في سكاكا من 29 إلى 18 درجة مئوية، في مكة المكرمة من 40 إلى 26، في الطائف من 30 إلى 20 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار، المدينة المنورة من 38 إلى 23، في جدة 34 إلى 25 درجة مئوية، في أبها من 28 إلى 18، في الباحة احتمال أمطار رعدية من 25 إلى 18 درجة مئوية، وجازان من 34 إلى 27 درجة مئوية، في الدمام من 35 إلى 26، في الإحساء من 36 إلى 26، في حفر الباطن وجود فرصة لأمطار رعدية أيضا من 32 إلى 20 درجة مئوية، وأخيرا في الرياض الأجواء مغبرة نوعا ما من 36 إلى 27، في بريدة من 35 إلى 22، في حائل من 29 إلى 17 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات أخرى، دمتم في أمان الله.